لكم في مجلتكم الفنية عدد تلتقون به على قناة المشاهد تي في لنسبح معا في عالم الفن وأخبار الفنانين. ابقوا معنا. تحدثت الفنانة العراقية شدى حسون عن خلافاتها مع الفنانة اللبنانية إليسا والتي تسببت في هجوم فانز الأخير عليها. شدى قالت: خلافاتي مع إليسا تافهة، هي قالت لا يوجد كيمياء بينها وبيني. كما علقت على تغريدة نشرتها الفنانة اللبنانية قالت فيها: من هي شدى؟ بقولها: أنا اسمي شدى حسون وليس شدى، وربما تقصد اسما آخر. أما عن وقوعها عن المسرح بعد 3 أيام من وقوع إليسا وعدم تصديق الناس للحادثة، قالت خلال استضافتها في برنامج أنت أونلاين: من لم يصدق ليس الناس بل فانز إليسا. هل يعقل أن يفبرك الإنسان وقوعه عن المسرح؟ الفنانة العراقية أشارت أيضا إلى أن من أطلق تغريدة شدى إنسانة فاشلة وحقودة هم جمهور إليسا، حيث قالت: هذا أمر طبيعي. يذكر أن خلاف إليسا وشدى يعود لعام 2012، حيث وجهت شدى حسون نقدا قاطيا لإليسا بسبب الطريقة التي قابلتها بها خلال تواجدهما في الأردن في إحدى الحفلات هناك. كما أشارت بعض التقارير الصحفية أن إليسا أمرت بطرد معجبي شدى الذين تجمهروا أمام أحد الفنادق، وبسؤال إليسا عن الأمر ردت على حسابهما على التويتر: من هي شدى؟ قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.